مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي بيست ماسترز؟ ما هي ميزات بيست ماسترز؟ ما هي بيست ماسترز؟ هي لعبة فيديو تعتمد على تقنية NFT بلوكشين المستضافة على باينانس سمارت تشين ومستوحاة من ألعاب بوكيمون الأصلية ونوع RPG. ما هي ميزات بيست ماسترز؟ في بيست ماسترز يبدأ المعلمون رحلة طويلة ليصبحوا من النخبة. لتحقيق هذا الهدف يجب عليهم تدريب ماسترز، والتي يمكن أن تزيد من مستواهم لزيادة قوتهم. نحن نهتم بتجربة الألعاب التي يتمتع بها أساتذتنا، ولهذا قمنا بتحليل مشاريع أخرى جنبا إلى جنب مع خبرة الفريق في تطوير البرامج. قمنا بتصميم استراتيجيات تحسين الخادم لتقليل الحمل إلى الخادم. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.